معنا سناء من دار بيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سناء العنباري لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. مباركة بارك الله مبارك فيك. سعيد لاختك وعلى المستمعات كاملين يا ربي امين ان شاء الله. بارك الله فيك. تحية لسميرة حديدو اييه وجميع الصديقات اللي كيعرفوني بدون استثناء. مرحبا بسلامك. شكرا. تفضلي. ان شاء الله نعطيك شي حليوة ديال العيد. اييه ان شاء الله ضروري ناخذوا حليوات من عند سناء اني ولفنا هاد. بارك الله فيك. انت ان شاء الله نبداو بحلوة ديال التمر. عندي فيها 400 غرام ديال التمر معجون، 60 غرام ديال الحليب غبرة، صاشي ديال الزهر، معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال القرفة، 3 المعالق كبار ديال اللوز محمر، يعني يكون معلك يعني محمر ومطحون. كنجمع هاد العناصر كاملة وكنضيف ليها علبة ديال الكاكاو الحلو ديك الباكية. وكنبدا نجمع حتى كيوقف ليا الخليط. فهمتي يعني كدير شويه واقفه قاصحه شويه صافي. من بعد كنسرحها من بين جوج بلاستيكات وكناخذ اي مرشم، يعني انا درت مرشم ديال الهلال وصيدات اللي عجبها. كتقطعيهم من بعد كتذوبي الشوكولاته كتغمسيه فيه وكتزيني ببوريده من لاباط داموند وكديري فوق منها عقيق. كتجي زوينه بزاف. في المقادير قلتي لنا 400 غرام ديال التمر معجون، عقده ديال التمر ياك؟ اييه عقده، عقده ديال التمر. 60 غرام ديال الحليب بودره. وقلتي لنا واش الساشي ديال الفاني الزهر؟ ومعلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الزيت، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وثلاثه المعالق كبار ديال اللوز محمر ومطحون يكون معلك، يعني مطحون معلك. هادشي كله كنجمعوه بالساشي ديال الكاكاو الحلو. اييه هكذا كتكون هذيك العلبه، يعني العلبه ديال الكاكاو ماشي الساشي، العلبه. اييه فعلا دابا راه ولا ساشي فعلا. حنا في الاول كنقولوا الباكيات ديال الكاكاو داك الحلو اللي كنديروا في الحليب للوليدات. اييه واخا صافي. كتجمع كتجي عقده تكون واقفه، يعني كتجي كتجمع مزيان وصافي كتسرحيها وكتقطعيها. يعني قلت لك انا درت مرشم ديال الهلال والسيدات يديروا اي مرشم. اييه وكتزيني كتغمسيها في الشوكولات كحل وكتزينيها بلاباط داموند، ورده من لاباط داموند. كان من التزيين. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. دابا نمشيو للحلوه الثانيه. شنو تقدمي لنا؟ ان شاء الله غريبه ديال السميده والكوك. واخا هذه راه كتجي تاهي رائعه. السميده والكوك فيها 500 غرام ديال الكوك، 500 غرام ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، 500 غرام ديال السنيده، و 500 غرام ديال الزيت. واخا الزيت ما كنعبروش بالغرام، نديرو الميزان ونعبروا 500 غرام. كنديروا جوج المعالق ديال الكوفيتير، واحد خماره ونص، 6 ديال البيضات، وسكر كلاصي للتفنان. كنطرب 6 البيضات مع السنيده حتى كيطربوا مزيان. كنضيف الزيت، كنضيف كونفيتير، كنضيف خمارة ونص، وكنضيف سميدة، وكنضيف الكوك. كنكورها، كندير كويرات ديال 14 غرام، حيت إلا السيدة داروها كبيرة بزاف راه كتفيض. صافي كتكور ديك الساعة، تفند في سكر كلاصي وتدخل الفران. راه كتجي ما نقولش لك غزالة بزاف. إييه واخا. نعطيك إن شاء الله فقاس. فيه 6 ديال البيضات، جوج الكيسان ديال العنبة ديال الزيت. جوج الكيسان العنبة ديال سنيدة، جوج خمارات، جوج فاني، كاس وربع ديال اللوز مقسوم على جوج، كاس ديال الزنجلان محمر شوية غير مصهد شوية صافي، وطحينه على حسب الخليط. صافي كناخذ البيض كنطربو مع سنيدة ونضيف بقية العناصر بشوية بشوية، كنخلي الطحين مع الخميرة هما الآخرين. صافي كندير حرابيل كندهنو بأصفر بيض وكندخلو الفران كيطيب. كتخليه حتى كيبرد، غير كيبرد وكتعاودي تقردي وكتدخليه الفران. انا ديك الساعات كنديرو ما عنديش مشكل، ما كيتقرد ما والو، غير هو يكون الموس ماضي. اييه فعلا في التقطيعه. ولكن راه كيجي زعما ممتاز ديك الساعه يديرو ويدخلو الفران، راه ما كيطرى ليه والو، غير يكون الموس ماضي وما تحاولش تبقى تبرك على الجوانب باش ما كيبقاوش يتهرسوا. صافي نعطيك ان شاء الله غريبه بريستيج هذه بالكركاع. فيها 500 غرام ديال اللوز متسخ كيتطحن، كنضيف ليه 200 غرام ديال سنيده، يعني كتطحن طحنه اولى والثانيه كيتضاف ليه 200 غرام ديال سنيده وكنعاود نطحنو. كنديرو في شي اناء، كنضيف ليه 50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، كنضيف ليه جوج المعالق ديال الزهر، معالق ديال ماء الزهر. كنضيف 3 ديال اصفر بيض، واحد حامضه محكوكه. كنخلط هاد العناصر بيناتهم وكنوضعهم جانبا. كناخذ الحشو فيه 3 المعالق كبار ديال حليب محلى كراميل، كنوضعها في كاسرونه كدوب.
خارج النار كنضيف 50 غرام ديال اللوز ديال الليمون معسل مقطع، وكنضيف 100 غرام ديال القرقع محمر مصهد يعني في الفران، كيدخل الفران مزيان وكتطفي عليه وكتضيفي القرقع حتى كيتحمر. القرقع نقردوه رقيق؟ ايوا كيتقرد كيتقرد نهار مش رقيق. ايه يعني كنخلط هاد العناصر، كندير ديال الحشوه، الحشوه كندير فيها 3 المعالق كبار ديال الحليب محلى كراميل، كنوضعو في كاسرونه حتى كيدوب خارج النار يعني خارج. كنضيف 50 غرام ديال الليمون معسل ومقرد رقيق، وكنضيف 100 غرام ديال القرقع مهرمش محمر. ايه صافي، كنجمع هاد العناصر بيناتهم، وكندير كويرات ديال 5 غرام يعني كويرات غير صغيورين. ايه من بعد كندير كويرات ديال داك اللوز، وكنوضع فيهم هاد الحشوه هذه، كنغمسها في بياض البيض وكنفندها في اللوز مهرمش واخا، وكنوضعها في اللاطه وكتدخل الفران كطيب. دابا كاين عندك هذوك الليموتيف ديال القرقعه، كندير لهم شوكولاته اما كحليه اما بيض على حسب الرغبه ديال السيدات، وحيت كطيب كندير واحد شويه ديال الجليكوز وكندير انصاص ديال القرقع. اييه يعني ديك الشكل ديال القرقع ومراقيه في المنظر. الله يعطيك الصحه سناء، تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف على هذه الحلويات. للاسف مابقاش لنا الوقت، والله مابقاش لنا الوقت. تبارك الله عليك يا سناء، شكرا لك بزاف. هاد الحلويات خليهم لنا ان شاء الله، مازال غادي نحتاجو منك، وتبارك الله عليك دائما تعودنا منك تعطينا حلويات العيد، وشكرا لك بزاف سناء العنبري.